سلام حبيباتي، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير واحد الفيديو كيف ما قلت لكم على الام. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، هذا الذي جاء في الحديث دلال عظيم على مكانة الام في حياة الانسان. ثلاث مرات قبل الاب. الأم ديالك اللي حملاتك في حشائها 9 أشهر تتقلب بين اليمين والشمال من شدة الآلام والآهات. أمك التي اعتصرت ألما عند الولادة، أمك التي أرضعتك وربتك وراعاتك، أمك التي سهرت الليالي من أجل أن تكون أنت سالما معافى. سبحان الله، نعمة وكنز لا يفنى. اللي عنده هاد الكنز في الدار فعليه برعاية شاملة، يتهلى فيهم، يكسب الرضا ديالهم. الأم راه ما كتعوضش، حتى الأب ما كيتعوضش، ولكن راه الأم 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 هي كلشي. الأم 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 سبحان الله العظيم، الأم كتكون عندها واحد المكانة كبيرة في الحديث. طلعت أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فعليك بالاهتمام بأمك كيف ما هي اهتمت بك تكبرتي، وعليك بالرعاية بأمك كيف ما راعتك لما كنت صغيرا. اللي عنده هاد الكنز في الدار فعليه بالرعاية الشاملة، تهلا فيهم، يخرجهم، يواسيهم، شحال من حاجة شحال من حاجة شحال من حاجة. كيف ما هما ربوك صغار، كيف ما هما تعذبوا عليك وضربوا عليك تعمارة، كيف ما أمك كانت تقلع من فمو وتعطيها عليك، كيف ما أمك وقفت معك بزاف ديال الأمور وبزاف ديال الحوايج. تتهلا في والديك، تتهلا في أمك، تتا كتبغيها، تتا تبغيها كيف ما هي بغاتك، وكيف ما هي تألمت وتوجعت عليك وضربت عليك تعمارة. راه اللي ما عندوش هاد الكنز في الدار كنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصديقات والشهداء وأن يرحمه، إنه هو السميع العظيم. اللي ما عندوش الأم دياله الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرحمها ويوسع عليها. راه الأم ملي كتكون موجودة كيكون الخير الخير، واحد الخير سبحان الله العظيم طافح عليك، ما كتعرفيش منين، كتعرفيش منين، حيت الام راه الجنه تحت اقدام الامهات. كيفاش حنا، كيفاش الجنه، الجنه كتبوسي رجلين امك، كتبوسيهم، كتبوسيهم تحطهم فوق راسك. راه الجنه هذيك، هذيك راه الجنه، الام هي الجنه، الام هي كل شيء. نتهلاو في امنا، في الامهات ديالنا. اللي عنده شي امي ما يتهلا فيها، يسول عليها، يواسيها، يدير المستحيل كيف ما دارت هي المستحيل مع اي واحد فيكم. ملي كنسمع بان فلان دمو لدار العجازه، فلان جرع على امو، كيبقى فيا هادشي كيقتلني من الداخل. ما نكذبش عليكم، كنت نتمنى ان يكون عندي واحد القصر ونجمع دوك الامهات كاملين اللي مليوحين في الزنقه اللي لايحينهم ولادهم ورعاهم هكاك حتى يديموا الامانه امانتهم. حيت الام 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 هي كل شيء، الام هي كل شيء، الام هي الحياه. نهار الام كتخطر نهار الحياه كتوقف. راه هادي بوان فينال. الأم هي الحياة، هي الروح. من غير الأم راه ما كاين والو، من غير الأم ما كاين والو. نتهلاو في والدينا ونتهلاو في أمنا، وأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كنتمنى هاد الفيديو يفيدنا جميعا، ماشي غير نتوما. تلاقوا في فيديو اخر او فلوق اخر. خليت لكم الرحمة مع منتي مروة.